الجنوب يعني منطقة وكأنها مقتطعة من خريطة ليبيا، يعني أنت تتحدث عن منطقة خارج أصلا النظام في ليبيا، بمعنى لا يوجد بها أي وازع للدولة ولا أي مجموعة يمكن أن تزاحم هذه المجموعات. فبالتالي من السهل جدا قمع الرأي العام والقضاء عليه من خلال إسكات أي صوت يخرج أو يحاول حتى أن يخرج ضد هذه الميليشيات. اليوم حفتر ومن يدعمه في المنطقة الجنوبية هدفهم الوحيد هو ضمان الولاءات لحفتر، كذلك ضمان ألا تخرج أي شخصية مؤثرة في المنطقة الجنوبية يعني ضد حفتر. فما يحصل اليوم في المنطقة الجنوبية تماما كما يحصل في الشرق وتماما كما يحصل في أي منطقة يسيطر عليها مستبد عسكري، كما يحصل الآن في مصر. أي صوت يعني يعارض حفتر يعني أن هذا صوت إرهابي وداعشي، يجب تصفيته ويجب قتله ويجب كذا. فهذا المنطقة هو المنطقة المسيطر، لكن مع ذلك هذه السيطرة لن تدوم طويلا، لأن الوضع في المنطقة الجنوبية مزري للغاية من الناحية الإنسانية. هناك انعدام للخدمات، اليوم بعد انقطاع على الأقل الوقود على المنطقة الجنوبية أضيفت أزمة جديدة قديمة متجددة تم يعني تعميقها بعد قطع إمدادات الوقود، ضيف إليها أزمة الوقود الغاز، ضيف إليها أزمة المواد الغذائية. كذلك كل هذه العوامل جعلت من المواطن في المنطقة الجنوبية يسأم من هذه الشعارات التي طالما يرفعها حفتر ومن يدعمه. هل تعلم أن الوقود الذي يعني يأتي إلى المنطقة الجنوبية يدار بطريقة يعني معقدة جدا؟ كيف ما هي هذه الطريقة؟ يتم وضعه في المستودع العام في سبا، بعد ذلك يتم بيعه للمحطات. المحطات أي محطة لا تلتزم بالتقسيمات التي وضعتها المجموعات المقربة من حفتر، فيتم إغلاقها ولم يتم تزويدها بالوقود. هذه التقسيمات ما هذه التقسيمات؟ هي تقسيمة أن كل يعني شاحن أو بوطي بنزينة بالدارجة يتم توزيعه على 3/4، الربع فقط يتم وضعه في المحطة، بقية الوقود يتم بيعه في السوق السوداء، ومنه من يباع حتى يعني صهريج كامل يباع يعني كاملا لمجموعات يعني ليست من ليبيا اساسا. من الواضح انها يعني قد تكون يعني هناك احتمالات يعني كبيره انها مجموعات داعشيه او ارهابيه او متطرفه تجوب المنطقه. انت تعرف ان المنطقه الجنوبيه تجوبها مجموعات مسلحه، منطقه حدوديه شاسعه لا يوجد بها اي يعني حرس حدود ولا اي اجهزه امنيه، فبالتالي هناك مجموعات تدخل الى المنطقه الى عمق سبها وتخرج في نفس الوقت دون أي رادع ودون أي خوف من أحد. فبالتالي إذا تتكلم عن منطقة يعني خارج إطار الدولة أساساً، خارج أي نوع من سيطرة للأجهزة الأمنية، فبالتالي من السهل جداً يتم التلاعب بالانتخابات ويتم حتى منع الانتخابات في هذه المناطق. وكثيراً ما حصل عند رأينا ما حصل في المجالس البلدية التي للآن إلى حد الآن منعت من الانتخابات وتم استبعاد الأشخاص الذين وضعوا في القوائم.